تفضل يا أخي محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اكسر التلفزيون شوي محمد لطفا منك، تكرم. عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول، من زاد ركعة أو ركعتين في الصلاة هل يعيدها وإلا شو اسمه هي يسجد السهو؟ طيب، والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني الله يحفظك، من فاته ركعة هل يتمها بعد تسليم الإمام مباشرة أو حتى ينتهي الإمام من التسليم؟ طيب، شكرا لك. فضيلة الشيخ يقول: من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر فما الحكم في ذلك؟ إن كان زاد في الصلاة متعمدا فإنها تبطل صلاته، إذا زاد ركعة فأكثر تبطل صلاته بذلك، وإن كان ساهيا زاد سهوا فإنه يسجد للسهو ويكفيه ذلك والحمد لله. والسؤال الثاني، من فاتته ركعة متى يأتيها، متى يأتي بها؟ يأتي بها إذا سلم الإمام التسليمة الثانية، لا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية وينقطع صوته فيقوم المسبوق ويأتي بما فاته. نعم.